شكرا ابو زايد على الاستضافه الكريمه. واليوم الحمد لله يعني الحمد لله في اماره ابو ظبي وفي دوله الامارات نحتفل اليوم احتفال باستضافه مثل هذا الحدث الكبير ل 40 عاما متواليه على استضافه حافل مثل ادبك اليوم. مثل ما تشوف يعني متوقعين فوق ال 185 الى 184 الف زائر للحدث. صحيح. هذا فوق ال 2200 يمكن شركه و 1800 متحدث رسمي، كل متخذين القرار بالنسبه من المستهلكين او المنتجين فيما يتعلق بقطاع الطاقه متواجدين. اليوم الحضور المهم هذا اللي شفناه اليوم في حفل الافتتاح وكلمه معالي الدكتور سلطان الاحمد الجابر اللي ركزت في كثير من محاولها على التحول الاستراتيجي اللي يحدث في قطاع الطاقة، وكذلك تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الطاقة مستقبلا. تواجد أدنوك للإمداد والخدمات تواجد مهم، لأن هي تشكل سلاسل التوريد والتموين بالنسبة لقطاع الطاقة. فإحنا نقوم بتوصيل الطاقة النظيفة الآمنة منخفضة الانبعاثات الكربونية من بين المنتجين إلى المستهلكين، فحضورنا مهم الحمد لله. وكذلك التعرف على الأهم القرارات اللي راح تتخذ في هذا المؤتمر راح تكون مهمة جدا بالنسبة لنا.